هذه السحابة سبحان الله، لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بيت فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين. فأنا مستعجب صراحة، ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها تسحابة، الحين طاحت في الأرض ونجبت في الشبك. كيف هذا؟ تقسمت إلى أجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة فاشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرائب فيها أشوفها، الحين طلعت فوق. هل تصدق يا أخي؟ فطط شكل الإنسان. وقف هنا الحين بصور هذا. الحين ما أنزل بصور أنا في الجهة. شوف تعال جو التلفون هذا شكل. ها جود هذا شوف جود جود ايوه شوف انا شكرا يا رفيق شكرا. عجائب الدنيا، هاتاك في السماء، يا ريت انها تتواضح.